ما تنتقدش الاخر حيت قال معلومه غلطه ما تعيروش واخا سي الشعيبي وعسات اللي كاين كل الدراري انا نوريكم كيفاش نفطر ب 10 دراهم بالاخص ملي كديرونج من شي واحد بالضبط الا رد عليك كتعطيه باللي فيه عيرت شي واحد جبد لي واحد عيرته تبارك الله تبارك الله اخويا بالصحه بالصحه برا بالصحه فلوس دوكيومونطير هادشي فين برا هذيك ناضي صافا مزيان شوف داك الدوكيومونطير غادي يبقى شي حاجه مسجله في التاريخ في فيتنس المغرب اللي درناه طبعا شوف غتكون عنده واحد 11 كيف ما كان الحال فيتنس المغربي في دوكيومونطير واحد دابا ما كاين بس ما كاين بس اني واي فري على هاد لا ماشين هادي ايروان كروس بلين فيرسيون كوبرا معروف كوبرا دونك بحال سميت فيها الخيل بزاف انت شوف انت شوف 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 هاي هاي حسن كوبرا كوبرا انا في عندي تي ماكس كانت عندي تي ماكس قلت شي تي ماكس محدوده موطور محدود هو كان هو مزيان وصل المدينه ولكن الموطور انسان يشري على حسب شنو تيبغي هو انا كنبغي فيتاس ادرينالين فهمتي الموطور يكون جا هذه 299 299 كيلومتر كتوصل حتى 305 المهم المهم باغي نسولك شحال ماكسي تي بي باسكو داك الساعه شويه بنيت عندنا بنيت شويه داك الشيء الدراري شويه انكريمينيشن ولكن ولكن تيستي تي بي الباوندريز تيست على حسب الطريق ضروري هو الموطور عاد خديتيه خصك تيستي بي تشوف الماكس ديالو واخا ما قدرتش نحط الماكس ديالو صراحه وصلت ل 280 ورجعت لا شاشير لا لا خليك رجعت صافي تتبان لك حتى واحد ما عارضك عليه شوف على السرعه وكذا شوف حنا حنا الانتوراج ديالنا كامل كيعارضك على موطور كبير ما كاين لا دار ما كاينش اللي غيسيبورتيك على هذا كيخلع باش تكون عارف انت كتحاول تزين ديك الصوره ديال الموطور والله يصايف فيه موطور كبير خاصك خاصك تسوق بعقلك باش الناس يحبوا داك الموطور حتى الا درتي كسيده كلشي غيقول واه الموطور ما لا قدر الله دابا غنضربوا شي حصه وغادي نسولك على البلبله طريف فيتنس المغربي الكلاسي شنو دير وين راه ما فهمتش والو انا اللي كنت بالبلاد ديما بقيت فيها بوالا لا هي ماشي بالباله ماشي بالباله ولكن طرا واحد الاحتكاكات وكانوا شي نقاشات ناقشناهم واش هو داكشي حنا هي هادشي كيف ما قلتي على الصوره الفيتنا قبل غنمشيو نجيبو بري ورك اوت باش نمشيو نترينيو ولكن وا سويل انا غنضرب ماشي مشكل الدراري ردوا بالكم الدراري الكافيين القلب والله ما ديروش بحال والسرعه صراحه هادشي اللي فيك كتشوف هادشي كومبيتيسيون صاط د كاينه كومبيتيسيون قريب بزاف الدراري كيبغي يلاه صيفط لابديت صباح الكورش كبيره خويا حسن شنو غنديروا دابا شوف هادي ابديت هادي زعما عليك داك الدومين ديالك هادي ابديت كنصور الكورش اجان صباح باش ابديت ليا الابديت ديالي يعني ما كاين لا زواق لا والو كتصور صغيره تبقى انا شويه ما كاين لا حرك لا قاد لا والو باش يشوف الكور ديالك كيفاش يتطور فهمتي واش فلات واش فول واش المهم باش يلعبوا بالماكرونيت اوكي يعني من التصاور هو غيعرف اوتوماتيكمون شنو خاص البروتوكول يقدر يخدم معاك واحد السيمانه او ثاني كتمشي كل سيمانه وشوف هو على حسب الايام اللي كيختار معاك فهمتي كاين شي ديال 7 ايام 10 ايام وداك الشيء ولكن هذا الشيء حتى هادي ديسيبلين باش نوض الصباح اجي خصك تصور الكوتش ديالك تعطيه الويت ديالك وكل شيء راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي داخل في حياتك فهمتي بان البوز الاول ناضي سيرباك بوش اخي العربي مزيانين بحال هكا يقول لي دابا بحال شي ميزاجور هذه كتبقى تعطيها شي نهار الدراري غندير شي ميزاجور ديال دماغي غنبدلو كامل صافي كلشي جوج شافي لا مزيان مزيان كلشي غادي مزيان بيرفكت ساري انا ماشي مود من بري ورك اوت غير كنلقى راسي انني كنحتاج بري ورك اوت كل نهار يعني انا الورك اوت شويه غيكون انتنس داكشي علاش خضرك تفرشنا صاحبي ضروري اصاحبي شوف انا نخدم بالبيري لا لا كاينش بالبيري هذا ديجا جربته هذه عمرني ما شفت هاد انرجي فليفر في حياتي صار تقلع انت ديال اش هذا ديال اش ولكن ما كاتبينش عليه واخا ما كاتبينش خصك تكون كتقلع هادي فليفر ديال ريد بول وايد ريد بول اليوم سير نشوف بحال شارب ريد بول ويلسي ولكن زيدنا زيدنا زيد وي ار نات جيم وي ار مور تيتي اول امور انا رجعت قول لي بعدا قبل ندو تريني شنو بالبال اللي طاريه في الدومين ديال الفيتنس المغربي في السوشيال ميديا شوف كنت تفرج دابا اي راه بالبال اللي كانت واقعه دابا هو الانتقادات اللي وقعوا بيناتهم بالانفلونسر بيناتهم نقولوا انفلونسر بيناتهم انتقادات شي شي بارطاجي معلومه شي تيقول صحيحه ماشي صحيحه بحال قلتي شي حاضيش وداك الشيء ادى المشكل اخر شنو هو هو تيدخل البيرسونيل ديالهم معيول وكذا وهذاك الشيء بغينا شويه بحال دخلنا في التفاهم بطريقه غير مباشره من فيتنس انفورماسيون كذا التفاهم الاطاح ديال هذا البيرسونيل شوف نبداو بالاكزومبل عطيني السميه باسكو ما احنا كنحاولوا نصلحوا الامور دابا عطيني المشكل شكون داخل فيه كيفاش يبدا شوف المشكل بدا من داك المسخوط ديال اشرف انجينير فيتنس انجينير فيتنس شنو دار كريتيكا واحد الدري داك الدري رد عليه اوكي تكونوا ناس
تيجيو من داك الدري وتكونوا ناس كيجيو من اشراف كيولي بوبليك مضرب مع بوبليك دابا كتعرفوا شو دابا كيفاش نوض المشكل بطريقه غير مباشره ولا بوبليك ضد بوبليك مابقيناش كامل تنكونوا كونتينيز وين الفيتنس بحالي الصوره بدات تتخيب بطريقه غير مباشره رغم انهم بجوج عندهم الحق يديروا داكشي ولكن المشكل فين كاين المتلقي اللي تيتاثر هو اللي كيميل بطريقه غير مباشره خاصك تسمي الكونديسيون داكشي اللي كاين بصح صبر غادي ناخذ دابا الراي ديال اشرف الدري انجينير فيتنس غنعيطوا ليه ونشوفوا من البيرسبكتيف ديالو هو اش كيقول في هذا البلان هذا اهلا اهلا سي حسن لاباس عليك حسن خليك السلقوط باش نكات ثرو ذا تشيست قول لي كيفاش بديتي هذه البلبله هذه كيفاش باسكو انت اللي ديك لونشيتي هذه الروينات قول لي بالمختصر المفيد كيفاش بدا البلان وعلاش انت علاش انت كتفيزي انك دير كونتوني بحال هذا فهمتيني ود اول ماي ريسبكت النهار كانت المدام كدير الميناج بنتي مبرسطاني وانا جالس وحاقد ونهار الحد تبان لي واحد الصديق المامون تحياتي ليه من هذا المنبر حط واحد الفيديو على الفيديو الاول تحط على ياش على جبوس على على السكوات السكوات كانت يومين قبل شفت انس الدري انس اللهم الله عمره دار الدري صراحه الله عمره دار واحد السكوات وما عجبنيش الحال دار باد داير واحد سميتو عليه الديسك تحت من الطالون ديالو مشارجي جوج 20 كيلو انا بقى فيا الحال وديما كنشوف هاد القضيه كيقولوا الدراري خدموا على الفورما عاده باش بيع العباد الله اكزرسيس ولا وري البنادم كيفاش دير تكون عندك انت فورما عاده باش توري البنادم صافي جمع داكشي كامل كنت جالس مريح في الفراش وانا نقول اجي نهز الكاميرا ونهضروا وكان اول فيديو ديا نهضر به بالعربيه حيت كنت كندير كونتنو فرونسي وصافي دار واحد ليفي بوم شاف فيديو تقريبا في نص ساعه شاف شي 20000 مره اول مره غنشوفها قلت ويلي ما يمكنش مشيت خليت التليفون العشيه رجعت لقيتها 100000 فيو واه وانا نقول اجي نعاود فيديو اخر نعاود فيديو اخر من تما كتبدا اخبار كيعجبك هذاك الدوبامين ديال الفيوز وكذا عاود فيديو اخر كنت غير جالس الطبله عاوتاني جالس ونقول له ورينا صدرك هي الفيديو ديال ورينا صدرك واش دابا السيد فيه 60 كيلو بحويجو غيجي وكيقول لك لا راه عباد الله كامله كتخربق انا شوف شوف صبر نحبسك هنا دابا انت من واحد الناحيه عندك الصح ولكن هنا حسن كي تافق مع ما كتفقش معاك تقول لك كيفاش كتقولها انا ندوزو لك وخلي هو يقول لك علاش هاد لو بوين الطريقه باش انك تابروتشي شي موضوع ولا شي لعيبه في الدومين ديال الفيتنس شويه ديليكا هاك بخير سيدي واش صحه حسن مزيان الله يحفظك اخويا شوف انا هضرت على هذه القضيه هي كيفاش غتوصلها ليه كيفاش غتوصلها ليه هي فين كاين المشكل حيت دابا حتى هذاك السيد كيف ما كان الحال كيدير واحد الاجتهاد غلط ما غلط كيعاون بهذا التعاون الكوميونيتي طلع ديال الفيتنس بطريقه مباشره وغير مباشره لا نيجاتيف لا بوزيتيف المهم كيعاون ولكن ملي كتكريتيكي بديك الطريقه الى رد عليك كتولي تفاهه الى رد عليك غتولي تفاهه الى تقبل مزيان لا ولكن الرد على اي شكل انا لوبجيكتيف ديالي ماشي هو نكريتيكي الانسان واحد ندير واحد النقد هدام كما كيقولوا ليه هذا نقد بناء اش كندير ليه كنعطيه واحد لانفيتاسيون باش يمشي يخدم على الفورما ديالو يمبروفي ديك الفورما يورينا الفورما يورينا الشونتيون ديال ديك الفورما ديال ديك الخدمه اللي عاد يخدم عليه عاده باش من بعد غنجيو ناخذ من عنده النصائح ماشي يبدا يعطينا النصائح والنصائح ما خدامينش عليه دابا مثلا اخويا حسن عندك مشكل نفسي واش غتمشي تريطي عند طبيب نفسي مسطي متعرف شوف انا هذه القضيه اللي كتقول انت ديال قضيه الفورما وكذا عندها ابعاد اخرى نخليوها ديال تكون عندك فورما عاد بريزونتي واحد الحاجه على السكوات ولا على اي حاجه ولكن إيه حنا كنشوفوا هي المجهود اللي دار هذاك واخا يكون هي شويه حاول دير بحسابه وما تورقش عليه واحد شويه واخا يكون غلط شحال من واحد لا انا نقول لك علاش خويا اشرف حيت الا وركتي عليه بزاف نقولوا داك الدري ما عندوش شخصيه قويه تقدر ما يبقاش معنا في الدومين فهمتي عوض ما يمشي يريكوبيري راسو يريكوبيري زانفورماسيون اللي عنده ويجي يعاود يعطي كونتوني يقدر يعوج وداك الشيء ما بغيناش حنا هذا الشيء اصلا ضده حنايا نجيبوا الدراري بزاف للدومين عندنا فهمتي يعني الطريقه باش تاتاكيه الا ما كانش قوي يقدر يضيع داك الدري وداك الشيء ما بغيناش خويا حسن
خويا حسن واحد السؤال، شحال من فيديو تعليمي ولا شي فيديو ديال الفيتنس انت كدير في السيمانه؟ حيت حيت كثار راه دابا حيت الفيديوهات كثار. عطي واحد البوان دغيا في الاجابه ديالك. جو بونس لو كاد ديال ان علاش مثلا حسن ما كيديرش كونتوني هذاك اللي على بالك زعما ديال الاستفاده وكذا. اول حاجه داك كونتوني كيبغي تمال بزاف، اوكي. ثاني حاجه خاصك تكونسيديري الحياه ديال الانسان، باسكو انا ماشي كنجي منه، مي مثلا صات عائله خاصك تجيب الماكله للدار، خاصك لي شارج ديال البنيه، لي شارج ديال دونك صات باش تركز صات كي داك كونتوني بوحدو صعيب، وداك كونتوني كيبغيك تجرب وتعاود تجرب وتعاود دير. شوف انا كونتوني ديالك عشيري انا كنتفرج فيه وكنضحك. المشكل فين كاين؟ كنضحك يعجبني باسكو كتشوف شوف كتعلم شي حاجه او ميم طون كتضحك. انا نقول لك المشكل فين كيمشي وغتفق معايا وغيتفق مع اي واحد. البوبليك ملي كيهبط يكومونتي وهذاك اللي درتي عليه الفيديو ملي كيهبط يقرا الكومونتير كيتبروفوكا وما كتبقاش تبان ليه انت انك حاولت تنصح، فهمتي؟ كيولي بان ليه نوار وكيفاش حتى هو غادي يجاوب في البوبليك يقول ليه شوف كاين راك جاوبتيه مزيان. وهادشي اللي لاحظت تصطرف في الكومونتير صراحه. صح بصح كيولي شوف دابا انت دابا القضيه اللي كدير انت قلتي واحد الحاجه مزيانه انه هذاك الانسان الا كان ضعيف غادي يتاثر وغادي يتهرس. انا نقول لك هذوك الناس راه ما تعرفش نهائيا. انت الا ما حطيتيش كاميرا قدامك، مادام حطيتي كاميرا قدامك وبديتي كتعبر عليها وتهضر وتناقش وتقول طون بلاتس ما عندوش الحق، ولا روني كولمان راه غاكي يدير كذا، ولا راه ارنولد راه ما خصوش يدير كذا، راه عندك واحد القوه ديال الشخصيه ديجا. يعني نتايا عرضتي راسك للكريتيك مادام قلتي انه هادوك الناس اللي هما حرفتهم هي البودي بيلدينغ كيديروا اي حاجه وبالعربيه ديالنا غير كيخوروا، راه مادام انك درتي بحال هكاك يعني انك كتعرض راسك للسخريه، كتعرض راسك للناس بحالي غيجي غيكريتيكي. شكون انت باش غتكريتيكي واحد حرفته هي هذيك؟ واش فهمتيني؟ ما كايناش. راه هذه انا علاش ما متفقش مع هذا المبدا ديال العاطفه. العاطفه ما كايناش في السوشيال ميديا، مادام انك حطيتي شي حاجه الا خصك تسائل عليها. والمشكل هنايا اللي كاين في البودي بيلدينغ انه سنوات وكل واحد كيلغي بالغاه. ها اللي كينوض كيقول لهم الدراري انا نوريكم كيفاش نفطر ب 10 دراهم، ها اللي كيقول لهم الدراري طون بلاص انا ما متفقش معاه، وحتى واحد ما كيهضر معاهم. علاش؟ حيت هاد الميليو هذا ديال باغيتر، الميليو ديال شوفوني، وتا شي واحد ما كيقدر يكريتيكي. انا ولد الدومين ماشي برو، سيمي برو، كنحاول انني كندير دي كومبيتيسيون، عارف عارفه باش منفوخه، وما عندو منين يشدوني. يعني تا عندي بغيت الفورمه عندي الفورمه، بغيت النولج كاين النولج. بديت انا غليظ، تراسيت التيران ديالي، شفت دزت من كاع المراحل باش نوصل لهنا. بمعنى الا جيت كريتيكيتك راه ماشي بغيت نهرسك، راه بغيتك باش تفيق، وإلا بارطاجيتي شي حاجه تعرف شنو كتبارطاجي، ما تبروفوكيش الناس اللي حرفتهم هي هذيك. هادشي اللي متفق معاك. ايه هي دابا كيف ما قلت لك رجع للنقطه ديال هي الكريتيك. غمض واحد شويه بالاخص ملي كديرونج من شي واحد بالضبط الى رد عليك كتعطيه عاوتاني كتعطيه اللي فيه. واش كاين سي اشرف والدين وكذا؟ شوف اشرف اسمعني، شوف من الكوتي ديال المسلمين بيناتهم ما تعيروش، فهمتي؟ اعتبروا بحال خوك. بزاف كاين بزاف الحوايج. عيرت شي واحد؟ جبد لي واحد عيرته. اصبر واحد دقيقه. الفيديوهات ديالي كاملين تقريبا صامتين، كندير الكوميديا الصامته، ما كنهضرش. واحد دقيقه اصبر، دقيقه اخرى. الفيديوهات ديالي كاملين ما كنطاكيش شخص ولا انسان اكثر من جوج ديال المرات. كنمشي لواحد اخر باش ما يقولوش هذا راه عنده اعداء. ما عندي حتى شي عدو، بالعكس ما عندي عداوه مع حتى شي واحد. ما حق لا اسرع، متفق معك. هي العيوره ماشي ضروره تكون بالفم. الا شديتي شي تصويره شويه عوج فيها ولا شي حاجه. اشرف المسخوط على تنقول السلقوط. شوف خويا اشرف، انا نعطيك عاوتاني حاجه اخرى اللي ما عجبتنيش، وتا انت ما غتعجبكش الا دورتيها براسك ما غتعجبكش. هو غيولد لينا هذا الشيء واحد الكومينوتي شي ضد شي. غيولي دابا انت عندك جمهور، هذا عنده جمهور، شي محارب مع شي، وهذيك الحرب لا داعي منها. ايه هو المشكل دابا كيف ما كاين في المتلقي، حتى هذاك اللي كياخذ فيه مشكل عوض ما يقول راه يهضر يروج داك الفيديو بطريقه مزيانه. شنو تيدير؟ وهذا شنو دار؟ يضحك، فهمتي؟ بالعكس انا فكاش كيوصلوني شي ميساجات من عند الدراري
كيقولوا يا شوف راه كان واحد بعدا واحد صيفط لي واحد الميساج ما نساهش. قال لك كان داخل لاصال في الدوش حتى كيسمع واحد ثلاثه ديال الدراري كيهضروا كيقولوا واش شي خونا اللي يقول لي ورينا صدرك، وراه خرج لي فيديو ولا خرج لي قال لي ورينا صدرك، والاخر يقول لي لا ورينا صدرك انت. يعني ولا هذاك الوعي ديال شوف ما تجي توريني، ما تجي تكريتيكيني، حتى تكون احسن مني ولا تكون انت واصل اصلا. هذا هو الفكره اللي بغيت نوصل. فاقد الشيء لا يعطيه. بصح عندك الحق، بصح انا تنقول كيس اللي غلب يعرف، لا اللي غلب يعرف والله الا عندي بالله اللي غلب يعرف ما كاين. باش شوف داكشي اللي كدير اشرف راه ماشي، راه حتى انت دابا راه واحد اخر رد عليك وعايرك بوجهك. ما بغيناش هادشي، ما بغيناش. قال لك مونغوليا محشومه، خاص دابا هو خاصو يحترمك عاوتاني على الكاريير اللي درتي وداكشي، راه هادشي تهضر عليه. لا بالعكس، شوف انا والله الا شوف انا مادام انك عيرتي يعني انه دليل على انك انهزمتي قدامي، ما عنديش مشكل. الا قال لي انت كتشبه المونغوليا، انا نتشرف انني نشبه المونغوليا. علاش؟ حيت كل واحد عنده في عائلته شي واحد مونغولي. اسيدي انا مونغوليا، انا سيدي ماشي مشكل، انا تريزوميك 21 ما كاين حتى شي مشكل. فين هو المشكل؟ شوف دابا هاد لي ديتاي هادو تجي المغرب باسكو قلتي لي جاي ياك، وغادي نديرو البارت 2. دابا غير بغينا صراحه ما نقولش حبس هاد الكونتوني، باسكو واخا من واحد الناحيه كونتوني زوين، من غير ملي كتولي جاوبك. دابا اللي بغينا هو تكاي شويه كمل في الكونتوني اللي كدير، وغير ملي تكون كتصاوب في شي فيديو دير واحد تشيك عاوتاني ديال شنو نقدر نقص باش ما نزيدش نوط بالبال من الفيديو، وصافي وكمل اشير ميساج. شوف البوان ديال حسن صحيحه، البوان ديالك صحيحه، ومني غتجي للمغرب ان شاء الله حسن شوف حتى دابا الناس دابا واخا يشوفوا اشرف كيدير لي فيديو، راه كاينه شي وحده شي ناس كيشوفوا بحال شي ميكروب ولا شي واحد خايب، حيت شافك فاش عرفك عرفك في النيجاتيفيتي. انا اشرف راه هضرت معاه، راه ديك الساعه فاش هضرت معاه في ستوري، راه ديك الساعه عيط ليا هو وهضر معايا بطريقه اللي ما كنتش راه كنتوقعها، فهمتي؟ انسان لو فون ديالو مزيان، هي هو كيفاش يرول كيصلح لي فيديو طريقته هذيك طريقته. شوف كمل slow down اخي slow down صاحبي. برو thank you so much ومن جيل المغرب، we waiting for you. الله يودي الله يحفظك. thank you. بينك يوجد في شي فيديو من وجهه، بينك شي فيديو غير عليه وبارك ولا الحق نبلوكي. الله يلعنوا. برو thank you so much. ايوا سيدي، ما احنا مزروبين غنضربوا واحد الحصه ديال بيسبس تريسبس الزربه، راه لي هذيك بري ورك اوت ريد بول حقيقيه. لا سي سلك ريد بول ولا ماشي ريد بول؟ هي مشات واحد ديسكوب كامل في فمو صح. واه 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 موتين على ولدك، ما تعطيش الماء، خلي يستعن بصديق. تقدر تكون له هاو طاسيت فيه تالله يتقع. قول لي واش كيشبه جوردي ألبا؟ والله يتقالبا بالرب بيك ايوا في المعارف. جوردي ألبا كمل قرايته والله ما يمكن، حيت جوردي ألبا عمرك ما كتقاش إذا كان عندك قبل من 16 عام وما عمرك ما قمرتي، هذا الإشهار ماشي لكم. بالنسبة للناس الآخرين اللي بغيتي تربح فلوس عن طريق تجيء الفروض المفضلة، ما عليك إلا بموقع ون إكس بات، كيعتبر من أحسن المواقع فاش تقدر دير البلان هذا. وموقع ون إكس بات هو الراعي الرسمي لأكبر الدوليات الأوروبية، والراعي الرسمي ديال فرق كبار بحال البارسا وباريس سان جيرمان. وما تنساش تعمل برومو كود كيبان لك هنايا الكينز، وغتربح بونوس ديال $130. دونك ليا الدراري غتلقاوه في أول كومنتير، وما تنساوش كود برومو.